خلال تعاوننا مع منظمة العمل الدولية طرحت الفكرة بيننا وبينهم إنه خلي يصير في نوع من التعاون. أول ما اقترعه فأنا أول ما شفت قلت له عدد العمالة الوافدة الموجودة في الكويت ومنطقة الخليج عالية جدا، إحنا شكثر إحنا نعرف عنهم؟ ما نعرف عنهم إيش، شكثر نعرف عن حقوقهم، شكثر نعرف عن قوانين تحميهم، شكثر الإعلام أو الإعلاميين هم اللي يعرفون. أنا أعتقد إحنا نعرفه هو خلينا نقول بلو أفريج اللي هو أقل من المعدل إحنا نعرفه الإعلامي، هذا شيء واحد. فقلنا هذه فرصة نتعاون مع منظمة العمل الدولية إن نعمل نجيب مجموعة من الإعلاميين الصحفيين بالكويت، هي كانت بداية خليجية بس كنا خلينا نبدأ في الكويت، بالكويت هني خلي الإعلاميين يعرفون شنو المصطلحات السليمة، شنو الفرق ما بين العنصرية والتمييز، شنو الفرق ما بين شنو طبعا المساواة ما بين الرجل والمرأة من الوافدين.